ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ دلوقتي هنبتدي الفيديو بتاع الكويست بتاع السكند دريم، فياريت لو محدش لعب الكويست ومش عايز اي سبويلرز عليه او اي حرق ممكن يقفل الفيديو دلوقتي لو هو عايز. The sentient Hunhao has grown strong again, and his thoughts have invaded my own. Worse still, he has enlisted the Stalker to find the Reservoir, a weak point of Alteno, a place I hid long ago. I fear the Stalker is on the cusp of finding this place. Do not let this happen. Destroyed the Orokin, your way of life. Who do you hunt, Shadow, to cleanse your despair in their blood? Tendo! Sever their heads, yet they rise again. Someone has hidden the Tendo essence, their truth, from you. Lotus! I know where she hides the Tenno heart. A womb in the sky, forbidden to my kind, but where you will take me. I am Hunhao, sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my edge, leave it beating from its nest. دلوقتي الستوكر ده كان واحد من التنو، وبعدين ايام كان في حرب قبل ما الناس تبتدي تلعب اللعبة، يعني ده في الستوري. فالحرب دي ماتت فيها الفيليج بتاعت القرية اللي كان عايش فيها ستوكر، فهو بقى بيحارب التنو عشان كده. فدلوقتي السنتينت ده اللي هم الناس اللي كانوا بيحاربوا التينو زمان ودمروا الأوروكن، الأوروكن ده كان المكان اللي بيعيش فيه التينو. فستوكر دلوقتي راح لهان هاو عشان يساعده يموت التينو، بعدين قال له انت كل ما بتموتهم بيرجعوا تاني، عشان يعني مش هم دول، يعني الفريم اللي انا بلعب بيه ده مش هو ده التانو، ده التانو بيتحكم فيه. هنعرف ازاي لما نلعب الكويست، وانا احاول اشرح على قد ما اقدر واحنا بنلعب. The Grineer's excavations have disturbed Hunhao's tomb. They've awakened something evil, bent on Tenno destruction. Infiltrate the Grineer systems to find out what they are. It may lead us to the Stalker. They spotted you. You're nearing the console. Trigger the alarms now, and they will start destroying the data. This way. Thank you.
The Grineer expedition has uncovered pieces of Hun Hao. Fragments of his body. Poor Hun Hao. Every part of him is connected to his singular mind. Is this how he's invading my mind? Override the security. Breach complete. We're free to proceed. Console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. طب قبل ما نخلص المشن دي المشن بتاعها طويل شوية نتكلم شوية عن الهيستوري عامة بتاع التنو هو حاجة مش في الكوست أوي يعني التانو زمان كانوا يعني حاجة شبه البني آدمين بعدين بعد الحرب مع السنتين اللي هو هن هاو ده واحد منهم حصل يعني أغلبيتهم يا يعني إما استخبوا أو دخلوا في حتة يستخبوا فيها أو هربوا أو ماتوا يعني شبه بقوا قليلين أوي أوي عشان كده مفيش تانو كتير دلوقتي يعني. وبعدين اللوتس دي كانت مع السنتينت الكلام ده كان في كويست اسمها نطا اللوتس كانت مع السنتينت بتساعده وبعدين كانت مفروض يعني هي تخلص على الوقت بتاع التانو بس هي ما رديتش يعني ما رديتش تموتهم كلهم وقررت تساعدهم وتنقذهم فعشان كده في نتا كان ابوها يقول لها سنتينت مش هيبطلوا يدوروا عليك عشان هي السبب لانها خلت التنو يضلهم عايشين اللي بيتكلم دلوقتي ده ده اللي كان أبو لوتس هو دلوقتي هن هاو بيتكلم فاكرين لما ابتديت اللعبة كان الكاركتر اللي انت اخترته طلع من زي كود كده
الكاركتر ده او الفريمز عامه دي سوتس، يعني مش هي دي الانتنه، او بمعنى اخر هي زي روبوت انت التنو بتحكم فيها من بعيد. Listening, I will be discreet. The message you uncovered was an offer to help us. I do not trust the person who wrote it, but we are out of options. Stand by for troop replenishment. Send more troop drones now. دلوقتي طب الأوروكن دول كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في الفويد. الفويد دلوقتي بقت شبه متدمرة، بس الفويد فيها حاجة مختلفة عن بقية المابس، السنتينت ما بيقدروش يدخلوا الفويد، فعشان كده ستوكر أو وان هاو راح لستوكر عشان يجي يساعده، عشان هو ما بيقدرش يدخل الفويد. But I do. Shall I show you? Don't worry, you can trust me this time. Wild V دلوقتي عايز يساعدنا عشان نلاقي المكان اللي التنو مستخبيين فيه. I know, I know. Our past has been slightly what? Combative. But genocidal invaders from the other system make strange bedfellows, wouldn't you say? But طبعا هتقولي لي عندي ده واحد من البيتز اللي انا عارفها. طب ليه بيساعدنا؟ عشان هو خايف من السنتينت هان هاو نايتمير اوف ذا اوراكل بوكي يحتلوا تاني الكوفرس. That thing must have your loyalty. Quite a panic for her to be working with the likes of me. طبعا انا مش بترجم بالظبط اللي هما بيقولوه، انا بحاول على قد ما اقدر الخص، لان لو هترجم هيبقى فيديو These the bones you're looking for, Lotus. Yes, this is it. Han Hao, a fragment Han of sentient. Of my father, destroyed in the old war. I can use it to see him. I see the stalker stronger, Han Hao's voice within him. I see the reservoir, but I feel confusion. He doesn't know unless... Oh no! Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow walks the path. هو ما كانش يعرف مكان السنو مستخبيين فيه، بس لوتس كانت عارفه، فهو عارف مكانهم فين، فهو دلوقتي بعد السوبر والحته اللي هو دلوقتي. احنا قلنا لان التنو كده سنتينت عارف مكانهم، فاحنا هنروح لها. Don't think so. I'm here to protect my investment. If that thing manages to destroy the Tenno, then where does my investment go? Now then, where is he? احنا
دلوقتي بنجري ورا ستوكر عشان نمنعه لأنه يوصل للحتة اللي فيها التاني. When you connected to Hunhouse Fragment, Hunhouse saw a path to the reservoir that led through here. He cannot reach it alone. He needs the Stalker to do it for him. A void gate. These things never made sense to me. You're smart, Tenno. You'll figure out how to open it again, won't you? This needle pierces the sky. Nata, will we find the Tenno heart within? These puppets will not stop me. I will attack in many forms. Impressive. These sentient fighters appear to adapt to damage. They'd love to crack one open. The sentient has adapted to your damage. Surprise them with something new. السنتينت اللي واجهناه دلوقتي ده بيبقى واحد هو مش الليدر ده بيبقى واحد منهم. دلوقتي احنا فتحنا البورتل تاني للفويد عشان نروح ورا ستوكر. ما بيقدروش يدخلوا الفويد لو دخلوها بيجيبوها عشان كده ما جوش ورايا. Very clever, Nata. Shadow, your path is clear. دلوقتي لوتس خبت المون في الفويد عشان السنتين ما بيعرفوش يوصلوا الفويد ما بيقدروش يدخلوا الفويد وخبت جوه المون المكان اللي حاطه فيه التينو. هما زي نايمين في بودز كده ما حدش يقدر يلاقيهم عشان هما محطوطين في المون والناس كلها كانت فاكرة ان المون اتدمر في الحرب. فدلوقتي احنا المفروض هنوصل للمون تاني نفتح له البوابة عشان نقدر نروح للمون تاني عشان نمنع ستوكر دلوقتي لانه يدمر البودز اللي فيها التاني.